اهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهه دي هنتكلم عن الالعاب الالكترونيه القاتله ومدى خطورتها على الاطفال وعلى الشباب. يعني الحقيقه انه في عدد من الالعاب الالكترونيه حصل اكتر من مره انه سمعنا عن حالات ليها علاقه بضرر ما، سواء كان بعض الوفيات او للاسف انتحار للبعض، يعني حصل او من حد يروح يقتل حد تاني بسبب متابعه او الانغماس والادمان لبعض هذه الالعاب. الحقيقة أنه يعني لازم نتكلم عن هذه الألعاب، ويا ترى مين اللي بيقف وراء صناعة هذه الألعاب القاتلة وإيه الهدف منها، وإزاي بتقود مدمنيها من الأطفال والشباب في بعض الأحيان إلى الانتحار أو إلى إيذاء الغير كمان. اسمحوا لي أنا أرحب بضيوفي الأستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات. أهلا بك يا أستاذ وليد. أهلا وسهلا. والدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أنا عايزة أبدأ بلعبة ببجي لأنه يمكن في الفترة الأخيرة زاد شوية الكلام عليها. هو إيه لعبة ببجي؟ وإيه الهدف كان من وراء إنشائها ومين اللي أنشأها وأسسها؟ هو اللي أنشأ اللعبة دي واحد اسمه بريندان جرين. ده عمل اللعبة، هو من مواليد 78 من أيرلندا، وعمل ألعاب كتيرة تانية زي دلتا فورس وحاجات تانية كتير، بس ما حققتش الشهرة المطلوبة منها. اللعبة أصلا لعبة مجانية، عبارة عن خريطة، الخريطة دي بيتواجد عليها مجموعة من الأشخاص سواء من نفس الدولة أو من دول مختلفة لو بلعب أونلاين. هدفهم إن هم يجمعوا أسلحة على قد ما يقدروا ويقدروا يتحركوا على الخريطة دي، يبقوا معاهم باور سواء بقى هدوم، أسلحة، أكل، شرب. بيبدأوا اللعبة إن هم معهمش حاجة خالص ويبتدوا يجمعوا الحاجات دي خلال اللعبة. اللعبة زي ما قلت لحضرتك مجانية، الأرباح بتاعتها بيتم جمعها من خلال أكتر من حاجة، سواء من خلال الإعلانات اللي بتتم على اللعبة أو من خلال شراء الأسلحة. يعني في ناس بتستسهل بدل ما يلعب ويدور ويجيب أسلحة، بدل ما يستنى مرور وقت عشان يجيله سلاح جديد يقوم يدفع فيجيله بسرعة. فعمليات الشراء دي، اللعبة دي تم تحميلها لغاية شهر 7 اللي فات 734 مليون مرة. يعني في 734 مليون واحد بيلعبوا اللعبة على مستوى العالم. طبعا ده عدد كبير جدا، وتم تحميلها من على منصات جوجل بنسبه 65% ومع منصات ابل بنسبه 35%. اللعبه محققه شهره كبيره جدا بسبب ان فيها طبعا نوع من انواع، هم هقول لحضرتك بيعملوها ازاي عشان تعرف هي بتجيب الشباب ازاي. هم بيعملوا الكاركترز على اشكال ناس حقيقيه، يعني لو في ممثل مشهور، في لاعب مشهور، في شخصيه معروفه ليها نوع من انواع الحركات، فبيجيبوا الشخصيه دي تعمل حركات ويدخلوها ديجيتالايز على اللعبه بحيث ان الكاركترز اللي جوه اللعبه تلعب بنفس الحركات ونفس الطريقه. لو اسلحه بيجيبوا الاسلحه ويسجلوا اصواتها ويدخلوها، فهي تعتبر سيميوليشن او عالم افتراضي قريب من العالم الحقيقي. فكره الالعاب بتتعمل ليه والمكسب منها ايه والفايده ايه؟ في بعض الاحوال بيبقى مكسب مادي، وفي بعض الاحوال بيبقى مكسب مع المادي حاجه اخرى زي زرع افكار، زرع معتقدات. يعني لعبه ببجي تحديدا على سبيل المثال كانت السبب في الحادثه اللي حصلت قبل كده في نيوزيلندا، فما حد دخل وقتل ناس مصلين في الجامع. لعبه ببجي اثرت الجدل في الفتره الاخيره بان هي كانت فيها حاجات ضد بعض الاديان وخاصه الدين الاسلامي، والازهر طلع اتكلم عليها. ففي حاجات كتيره جدا بتتحط وسط الالعاب علشان مع الوقت في العالم الافتراضي ده بتدي للطفل او للشاب في الباك مايند او في العقل الخلفي بتاعه ان ده عادي وده طبيعي. او عشان ابسطها لحضرتك، العالم الرقمي بدا يتم استخدامه من اول انطلاق الدبلوماسيه الرقميه سنه 2014 لبث محتوى كان غير مقبول يتم بثه بشكل مقبول، ده بعد دراسه سياسات الشعوب وعاداتها وتقاليدها وافكارها. فاقدر النهارده اغير فكر شباب طالع، لان اللي بيلعبوا الالعاب دي من سن 18 لسن 24. طيب هرجع لك، بس دي جزئيه بقى مهمه دكتور محمد، فكره فعلا انه هل من يضع البرمجه لهذه الالعاب واللي بيصنع هذه الالعاب هل هو فعلا بيبقى مركز اكتر على فئه الاطفال وفئه الشباب علشان الاسباب اللي كان بيقولها دلوقتي استاذ وليد، لزرع الافكار في الجيل اللي طالع، ولان هو يمكن اللي بقى مهتم اكتر بالالعاب دي ولا ايه؟ طبعا هو الالعاب دي لما بتتصنع ببعض الخصائص النفسيه اللي فيها جذب للاطفال في بدايه مراحل الطفوله المبكره والمراهقين والشباب، وهو كل يوم بيطور في الالعاب دي علشان تفضل تعمل زي اتراكتيف او جذب للاطفال والمراهقين، وكله يبدا يتكلم عنها. يعني هو كل يوم بيحدث فيها وبيجذب الاطفال والشباب نفسيا لحاجات معينه. وفي بعض الاطفال المشكله الكبيره ان هو بيتقمص شخصيات موجوده في هذه الالعاب وبيبدا ينفذها بره في العالم الخارجي، وبتبدا اللعبه تتحكم في كل مكونات الشخصيه وتبدا هي تبدا تمشيه وتحركه ويبدا كل يوم ينجذب ليها. القصه احنا عايزين بس نفهم الناس، ما هو احنا دلوقتي داخلين على تعليم اونلاين
ومش هنقدر نمنع ولادنا او نبعدهم عن استخدام التكنولوجيا، واحنا دلوقتي بقينا في عالم كله تكنولوجيا. احنا عايزين نتكلم ازاي ان الناس اصلا تتعامل مع الالعاب دي او التكنولوجيا عموما بالنسبه لاولادهم. صح. في بدايه الامر الام هي اللي بتسلم الموبايل لابنها اللي بيكون عنده سنه او سنتين، بتقول مثلا بيبص على حاجه ممكن تجذبه، على صوت هو بيسمعه، فبتقول له خد الموبايل على اساس ان هي تقوم بالواجبات بتاعتها في البيت وما يعملش اي دوشه او اي حاجه. هي دي بداية الخطورة. هو دلوقتي ما بيكونش عارف أي حاجة، هو مجرد أن هو الموبايل بيطلع قدامه أصوات أو في لعبة معينة ممكن يقعد عليها أو بيسمع بعض الألقاب أو بعض الحاجات معينة، فبيبدأ يحصل له انجذاب. لما بيكبر ويبدأ يدخل في مرحلة الطفولة المبكرة من بداية 3 سنين وانت طالع لفوق لغاية 10 سنين، بيبدأ يتعلم يعني إيه ألعاب، وبيبدأ ينجذب لهذه الألعاب، وبيبدأ أن هو يدخل فيها، يشوف صاحبه بيلعب اللعبة الفلانية عايز يلعب زيه. تلاقي دلوقتي اللي بيقعدوا على بابجي شلة، اتنين قاعدين في بيت وثلاثة قاعدين في بيت تاني واربعة قاعدين في بيت خامس، وتلاقي كلهم قاعدين بيكلموا بعض حتى كمان على الاونلاين صوت، انت بتعمل ايه، لا خش اضربه من هنا، لا اعمل ايه. دي كلها عوامل جذب بتجذب ولادنا لهذه الالعاب وبتزود نسبة الادمان عند ولادنا. القصة كلها ان احنا داخلين على تعليم اونلاين، احنا محتاجين نتعامل مع هذه الظروف، لان الظروف اللي احنا حلو قوي احنا عايزين نعرف فعلا نتعامل ازاي كاولياء امور وكاهالي مع اولادنا اللي هم خلاص اغلبهم في ايديهم موبايلات في سن صغير جدا، ما يقدروش يميزوا ايه اللي يضرهم ايه اللي ما يضرهمش. الاهل يتعاملوا ازاي في زمن اصبح تقريبا كل الاطفال معاهم موبايلات والتعليم اللي جاي اونلاين، واصبح السيطره كمان الحقيقه على اللي بياخدوا ابني او بنتي وبيشوفوا وبيستخدموا على هذا الموبايل اصبح شيء صعب جدا. نعمل ده ازاي؟ اسمحوا لنا الاول نشوف بعض اراء اولياء الامور عن هذه الالعاب وخلينا نرجع نعلق عليها، نسمع مع بعض. اللي هي بتاخد عقلهم جامد، يعني في اشخاص معينين يعني بيندمج قوي مع اللعبه فبتوصلهم لحاله نفسيه رهيبه. يعني ممكن مثلا واحد يكون قاعد مع اخوه في البيت مثلا خسر دور ولا حاجه، ممكن يضربه ويعوره ويعمل اي حاجه، فهي لعبه خطيره. يعني طبعا يعني بتخلي تفكير الاطفال تفكير سلبي، مفيش اي تفكير اصلا، مفيش اي فكره عند الطفل، مفيش ابداع، دايما متعلق بس بالجهاز اللي قدامه، مفيش اي استفاده من الوقت، مفيش اي نوع من انواع ممارسه الرياضه، بيشغل وقت الطفل وعقله بحاجات لا قيمه لها. يعني بصراحه الالعاب اللي هي في التليفون عامه بتسبب للاطفال توحد وتشتت في الفكر، تمام، وبتعمل لهم مشاكل كتيره. هو المشكله ان في مفيش رقابه من الاهالي دلوقتي، يعني المشكله بيدخلوا على الالعاب وبتوديهم وبيعيشوا معاها بطريقه يعني كبيره جدا، فالمشكله ان هو لازم يكون في رقابه من الاهل على الموبايل بالذات، يعني فربنا يستر عليهم، لان هو الموضوع دلوقتي بقى مفتوح زياده عن اللزوم، فلا الموضوع لازم يرجع للأهل. طبعا الألعاب اللي هي على الموبايل بتمثل خطورة على النظر وعلى ذهن وعلى الجسم بالنسبة للطفل. هو مغيب، هو انتهى بالنسبة يعني حتى اجتماعيا، مفيش أي اختلاط بينه وما بين أسرته، خلاص العالم بتاعه كله في اللعبة. طيب هروح لأستاذ وليد، قولي الأول شايف إزاي يعني نظرة أولياء الأمور لهذه الألعاب، وشايف برضو نسبة الوعي بخطورتها قد إيه؟ هو في البداية بس في نقطة ممكن ناس كتيرة جدا ما تكونش متخيلها إن دي واقع إحنا عايشينه، اللي هو إدمان الجيمز وإدمان الإنترنت. في إحصائية عملها مركز طب نفسي وصحي في اليابان اسمه كوريهاما، طلع منها ب 241 عينة، قال إن 89% منهم من الذكور مدمني الجيمز او عندهم جيم ديس اوردر، عندهم مشاكل واضطرابات بسبب لعب الجيمز. المانيا لما عملت التجارب دي برضو لقت ان في 6% من المراهقين برضو عندهم مشاكل بسبب الجيمز. فكره ان انا ابقى يعني مقبل على العالم الافتراضي ده بشكل كبير قوي، يجب ان هو استخدم ادوات اقدر كولي امر اتابع بيها ابني، من ضمنها ومش الوحيد ولكن احد الحاجات اللي موجوده برنامج اسمه كيو ستوديو، السبيلنج بتاعه كيو يو اس تي او دي اي او، ده ابلكيشن فري حضرتك بتقدري تنزليه على الجهاز بتاع الولد او البنت سواء موبايل او كمبيوتر وتعملي عليه بارنتال كنترول او رقابه ابويه، يفتح النت الساعه كام، يقفل الساعه كام، ايه السايتس اللي يقدر يفتحها، يقدر يعمل تشات امتى، تعملي جدول لكل حاجه هو بيعملها، كمان تقدري تعملي له تظبيط ان هو بس ده طبعا محتاج سن معين انك تقدر تعمل بالزبط. ده بالزبط. يعني ليك حد اقصى من العمر بعد كده هو هيرفض يا استاذ وليد او هيعمل ديليت للابلكيشن. ما هو الابلكيشن مش عارف يعمله ديليت الا لما يعمل فورمات للديفايس،
مبدئيا. انا بقصد انه في سن المراهقين هيعرف يتعامل مع، انا مع حضرتك في الحته دي، ده في السن الاصغر، ده لغايه سن 13 سنه 14 سنه بعد كده. 14 لا في البنات ممكن يبقى لغايه 14. انتوا دايما تيجوا على البنات. البنت زي الولد يا استاذ وليد، هم زي بعض بس انتوا طيبين شويه. لا لا احنا زيكم، طيب. انتوا طيبين احنا طيبين، انتوا مش طيبين مش هنبقى طيبين. اتفضل. فالنقطه الثانيه اللي عايز اقولها لحضرتك ان هي موضوع الرقابه كمان او متابعه، مش عايز اقول رقابه، هي متابعه. ده يجب ان انا الاحظه مع الولد او البنت في قعده كتير. انا بلاحظ ده حتى مع اولادي، ان بقى له فتره ماسك حاجه معينه منشغل بيها. ايه هي؟ بيعمل فيها ايه؟ المحتوى؟ اللعبه دي بتقدم ايه؟ او البرنامج ده بيقدم ايه؟ لو انا مش عارف او ما عنديش الخلفيه التكنولوجيه، في حاجه اسمها يوتيوب، افتح وسيرش الحاجه اللي هو بيلعبها دي، ايه محتوى التقديم اللي بتقدمه؟ هل عليها مشاكل؟ الناس بتتكلم عليها ازاي؟ اشوف، لان للاسف في الفتره الاخيره تلاحظ ان بعض الحروب التكنولوجيه اللي بتتم من خلال اللي بيتم بثه ضمنيا وسط المحتويات. الهدف هو انه بيدرس سياسه الشعوب، عاداتها، تقاليدها، ديانتها، ثقافتها، ويبتدي يوجه له المحتوى اللي هو عايز يوجهه بشكل غير مباشر من خلال الجيمز. ولو تنافى الهدف اللي هو بيقدمه مع اي حاجه تانية، بيبقى الهدف اللي هو عايزه هو الصح. تمام. كمان كتر لعب الالعاب العنيفه والحاجات دي بتزيل الفاصل ما بين الحياه الحقيقيه والحياه التخيليه. فالولد بيتعود على المنظر، يعني النهارده الدكتور اللي بيتعود يمسك مشرط لما بيشوف الدم عادي، البني ادم الطبيعي ممكن ينزعج. دي جزئيه مهمه فعلا. انا لو بلعب جيمز قتاليه كتير وبشوف دم كتير وبتعامل مع اسلحه، لان ممكن حد شايفنا يقول هو انتوا يعني ده جيم، ده لعبه، هو انتوا ايه مشكلتكم؟ ليه عايزين تصوروها انها حاجه خطيره؟ طب انا اقول لحضرتك على حاجه تانية كمان. ان في العاب معموله سيميوليشن للتعامل مع الاسلحه والحروب، بيتم تدريب بعض الجهات اللي هي من شأنها جماعات إرهابية وكده إنها تستخدمها قبل ما تنزل على أرض الواقع، من خلال جيمز يا أستاذ. هي مصممة لدي، مش بتكلم على بابجي، أنا بتكلم في جيمز مصممة للغرض ده، إن هو زي يتعامل مع السلاح، نوع السلاح، اسمه زي يفكه ويركبه ويبتدي يلعب اللعبة دي، زي السيميوليشن بتاع تعليم قيادة الطيارات. زي أي سيميوليشن. طيب دكتور محمد، أنا عايز أتكلم من الناحية النفسية والتربوية. معلش، إحنا دلوقتي كأهالي اللي عنده في بيته طفل في ايده موبايل وبيلعب كل الالعاب، ولو جيت قلت له لا يقول لك ما كل اصحابي بيلعبوا، هيعمل مناحه. واللي برضه عنده يعني مراهق في البيت سن اكبر شويه من الطفوله وسن المراهقه، برضه بيلعب الالعاب دي. ازاي الاهالي ممكن يتعاملوا مع هذا الامر؟ ازاي يقدروا يحموا اولادهم من الدخول في ادمان الالعاب القاتله اللي ممكن تبقى خطر عليهم او على غيرهم او تسبب لهم حتى متاعب نفسيه؟ ازاي نقدر نتعامل مع ده من غير ما يبقى فيه قهر زيادة أو منع أو يعني فبالتالي تسوء العلاقة بين الأهل والأولاد؟ أنا هتكلم في الأول عن المساوئ بسبب استخدام هذه الألعاب الإلكترونية، عشان الأهل يبقى عندهم حذر وعندهم علم، ومش فاكرين إن الألعاب دي كحالة ترفيه بالنسبة لأولادهم. أول حاجة، إن ابنك لو استخدم الألعاب الإلكترونية أكتر من 35 ساعة أسبوعيا بيدخل في اكتئاب. خلاص هو أصبح من المدمنين أكتر من 35، يعني معدل 5 ساعات في اليوم. الأولاد بيقعدوا أكتر من كده بكتير، بينام على الموبايل وبيصحى على الموبايل. أول حاجة، الاكتئاب ده ممكن يوصله لحاجة اسمها الميول الانتحارية، اللي هو ممكن يفكر بعد كده في الانتحار ويتعلق بشخصية اللي موجودة في اللعبة، وممكن يبقى شخص عدواني أجريسيف ضد نفسه وضد الآخرين. الحاجة المهمة كمان، بيحصل له اضطرابات في الأكل، اضطرابات في النوم، بيبقى طفل كسول جداً، ممكن بيكون عنده سمنة بيزيد لأنه قاعد 24 ساعة على الموبايل. ما ينفعش ان انا لما احب كمان احفزه اقول له احفزك ان انا هديك الموبايل، بيبقى شخص اتكالي ما عندوش اي قدره على التفكير. في بعض الناس يقول لك ايه، ما هو بعض الالعاب دي بتزود القدره التفكيريه والمعرفيه عند ابني. دي الالعاب اللي فيها قدره على التفكير وفيها بازل وفيها تعليم، ما هو التعليم اللي جاي على الاونلاين. دي تفيده. احنا ما بنقولش احنا ضد كل الالعاب، بس الالعاب معينه اللي فيها عنف وضرب، اللي فيها عنف ابنك هيطلع عدواني اجريسيف، استخدام لغه عنيفه، ولو شخصيه ابنك ضعيفه كمان سهل جدا ان اللعبه تستقطبه وتحول شخصيته لشخصيه تانية ويتقمص شخصيه معينه وتطلع بره تبقى مفروضه علينا في العالم الواقع. تمام. طيب الناس تبدا تعمل ايه بعد المساوئ الكبيره الرهيبه دي؟ انا هبدا من البدايه كده، من سن في وسط عالم الحقيقه، اولا كله بيلعب اللعب دي او كل الاطفال، وفي وسط برضو اطفال كتير حواليك. انت لو قدرت تسيطر على ابنك مش هتقدر تسيطر عن اللي بيتقال عليه البير بريشر او تاثير الاصدقاء. يعني هتكلم في حاجه من البدايه، من الام اللي عندها طفل عنده سنه وسنتين. من البدايه اول حاجه، انت بايدك دلوقتي ان انت ما تعوديش ابنك على استخدام الالعاب الالكترونيه، ان انت تظهري الموبايل قدامه كتير. يبقى لازم يكون في تقليل لاستخدام الموبايل، وما تقوليش اصلي الاثر اللي هو البصري بيخطف عينه بحاجه، بيسمع صوت حاجه معينه. لا، انت اقتلي التعود من البدايه، ما تعودوش ان في موبايل.
بالنسبه للولاد التانيين في عندي مبدا مهم جدا، احنا اللي بنربي اولادنا، مش ولادنا اللي هيربونا. يعني ايه؟ يعني لازم اعلم ابني ان في استخدام معين لعدد الساعات اللي انا بستخدمها. يبقى اول حاجه اتفق معاه ان في استخدام معين بعدد ساعات معين. اتابع كل المحتوى اللي ابني بيتفرج عليه على الالعاب الالكترونيه وبيلعب ايه. وزي ما الاستاذ وليد بيقول، انا بقول مفيش حاجه اسمها خصوصيه لابنك لغايه مرحله المراهقه. بعض الناس يقول لك ايه، انا ما ينفعش اراقبه. لا، ده انت لو ما راقبتوش هتتصدم بكوارث وهتلاقي حاجات كتير جدا وابنك انحرف. الحاجه المهمه كمان، لازم الاتفاق اللي يحصل يكون ما بين الاب والام، يعني ايه، والجده كمان داخل البيت. يعني مثلا ما ينفعش ان انا منعت الام منعت الابن عن استخدام الموبايل، يجي مثلا الجده بتدلعه عشان هو حفيده فتقول لا استخدمه، ما ينفعش. الاب برضو نفس القصه. الحاجه المهمه كمان، اطلع بقى وقت الفراغ اللي عند ابني في حاجات تانية، اكتشف حاجات تانية يبدا يفكر فيها. ما انا مش همنع عنه الموبايل واقول له اقعد بقى مكانك ما تعملش حاجه فهيتخنق كل شويه، يقول لك انا زهقان انا عندي نوع من انواع الملل. ابدا اطلع له بقى، افكر له في رياضه، افكر بقى في الحاجات اللي كنا بنستخدمها زمان اللي هو فيها فك وتركيب، او الالعاب اللي موجوده اللي هو بيطلع رسم القدرات الابداعيه. ابدا اقول له العب لعبه رياضيه، وابدا التزم معاه ان انا اوديه التمارين، وابدا افكر له في الحاجات دي. هو عنده وقت فراغ، هو ما لجاش للالعاب الالكترونيه مثلا حبا فيها، لا هو لجا ليها لما كان عنده وقت فراغ وعايز يضيعه. يبقى لازم لما اقفل له الالعاب دي او اقلل له استخدامها، لازم ادور له على بدايل وحلول جديده للموضوع ده. اشترك مع اولادي في البيت في حاجات هم بيعملوها. تعالوا النهارده نعمل حاجه جديده، ما انا عايز اضيع وقت الفراغ، اقول لهم تعالوا النهارده نرسم رسمه معينه، اعملوا مسابقه للرسم وفي مكافاه او في حاجه مهمه ليكم لو انتوا عملتوا ده. ما ده اللي احنا كنا بنعمله زمان وما كانش موجود. لو قدرنا ان احنا نوصل ولادنا ونشغل وقت فراغهم ونبعد عنهم استخدام الالعاب الالكترونيه بكثره، انا كده هقدر اطلع ابني معتدل، قادر على تحمل المسؤولية، عنده إمكانيات وقدرات عقلية ومعرفية كويسة جدا، حميته من الأضرار النفسية والسلبية بسبب الألعاب الإلكترونية، خليته يرجع طفل تاني نشيط يتعامل مع نفسه ويتعامل مع المجتمع، وابتدى يفكر وابتدى يعتمد على نفسه، وشلته من قصة الكسل والخمول اللي هو عايش فيها. طيب إيه المطلوب من الآباء يا أستاذ وليد لحماية أبنائهم من هذه الألعاب القاتلة؟ كلنا عندنا في البيت انترنت، وكلنا عندنا في البيت راوتر. الراوتر فيه طريقه من غير برامج ان انا اقدر اقفل على الجهاز ده الانترنت واخليها ساعه او ساعتين او ثلاثه واتابع الاولاد. يجب ان يكون الحاجات اللي الولد بينزلها مربوطه من طبعا انا بكلم حضرتك في السن الصغير، من خلال يا اما لو انا بستخدم اندرويد جوجل فاميلي لينك، يا اما في حاله الاي او اس ببقى عندي حاجه تانية اسمها رقابه ابويه او بارنتال كنترول في التليفون، اقدر من خلالها ان ابني لما يجي ينزل لعبه مش هيقدر ينزلها الا لما يجي لي انا سؤال، هل انت موافق انه ينزل اللعبه دي ولا لا؟ لان الالعاب عليها تصنيفات كمان على المنصات دي، يعني لو الولد عنده 4 سنين وعايز ينزل لعبه 7 سنين، لو انا مش عامل ده هيقدر ينزلها. فدي اقدر احد بيها شويه. طيب الحاجه الثانيه ان انا يجب ان انا من وقت للتاني افتح الجيميل اكاونت بتاع ابني الصغير، اشوف ايه اللي اتفرج عليه، لان الهيستوري او كل السجل بتاع حركه حضرتك على التليفون الاندرويد موجوده على الجيميل من اي كمبيوتر دار التبعيه. فتح فيديوهات ايه، اتفرج على ايه، اشترك في قنوات ايه، كل اللي هو عمله اقدر اتابعه واتحكم فيه. لو انا بارنتال كنترول من الناحيه الثانيه الاي او اس، طبعا هو ما بيديش نفس الامكانيات بتاعه الجوجل، ولكن برضه في حاجات اقدر اتابع بيها. غير كده برامج الرقابه كتيره جدا الابويه اللي اقدر اتابع بيها سلوك الولد. لو انا لاحظت ان هو زي ما الدكتور قاله، باكد على كلامه اللي قاله، ان الولد منشغل بشكل كبير مع حاجه معينه، لازم اعرف تفاصيل الحاجه دي اللي هو منشغل بيها ايه. لان عايز اقول لحضرتك ان تلاحظ كمان في الفتره الاخيره مش بس حاجات بتؤدي للعنف ضد الناس، لا ده كمان في حاجات بتوهم الاطفال انه هيتحول لجنيه. في لعبه اسمها جنيه النار كانت انتشرت فتره، بتقنع الاطفال الصغيرين ان انت عايز تتحول لجنيه، افتح الغاز بتاع البوتاجاز وبعد شويه ولع الكبريت هتتحول لجنيه. للاطفال السن الصغير، وعملت حرايق وقضت طبعاً لمصايب. في لعبه تانية اسمها بوكيمون جو، في الالعاب كتير، في تشارلي وفي مريم وفي اكتر من لعبه كتير الحقيقه كتير. خطر يعني. فاللي انا اقصده ان انا عايز اوصل لحضرتك ان الالعاب كتيره جدا، فانا لما الاقي حد منشغل اتابعه. الحاجه الاهم من كل ده بقى ان سلوك الولد بيبان ومدى ارتباطه باللعبه لما اخد منه التليفون، ده معناه ان اللعبه دي فيها حاجه، في حاجه شدته. السوشيال ميديا والجيمز كلها مصممه ازاي اخلي الراجل اللي هيلعبها او الولد او البنت ينشد اكتر وقت ممكن
على المنصة. تمام، أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات، شرفتنا ونورتنا أستاذ وليد، ودكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، شرفتنا يا دكتور. أنا بشكرك. بشكركم شكرا جزيلا. ودلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل عندنا حوار مسجل مع دكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي وأستاذ الطب النفسي. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في مواجهة جديدة، والآن أترككم مع هذا الفاصل ثم حوارنا مع دكتور أحمد عكاشة، استنونا.